أدان مجلس الجامعة العربية في ختام دورته غير العادية اليوم العملية الإرهابية التي وقعت شمال سيناء في 24 من الشهر الماضي، وجدد المجلس تضامنه ووقوفه مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وكذلك تأييده الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه، والتي تتطلب تضافرا إقليميا ودوليا لمواجهته. قد تم التأكيد على إدانة هذا العدوان الآثم، كما تم التأكيد أيضا على تضامن جامعة الدول العربية والدول العربية مع جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظرفية الحساسة، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة المضي قدما في مواجهة موجات الإرهاب الجديدة وفقا للبيانات والقرارات الصادرة عن الجامعة العربية بشأن مكافحة الإرهاب وقطع الطريق أيضا أمام ممولي هذه العمليات الإجرامية. وفي الشأن الفلسطيني، أكد مجلس الجامعة العربية على عروبة القدس وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا وبشكل نهائي بما فيها الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي ومحيط المسجد الأقصى. هناك بيان صدر ليحيي مملكة السويد على شجاعتها وعلى وقوفها إلى جانب الحق والعدل والاعتراف بدولة فلسطين. نأمل أن تحدو حدوها بقية الدول وخاصة الأوروبية، وأن تتحرك الشعوب الأوروبية التي تقول دائما لا بد أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان ولمصير الإنسان، ولا بد أن يكون هناك أيضا دولة فلسطينية قائمة على الأرض التي احتلت 67. فنريد لهذه الأقوال ولهذه البيانات أن تجسد على أرض الواقع. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. كاميرا النهار اليوم تأخذكم في رحلة نيلية لأهم المعالم السياحية بأسوان.